اشكرك شكرا جزيلا. واحد ايضا من نجوم النادي الاهلي، انا دايما بحاول اجيب لحضراتكم امثله زي ما حضراتكم شايفين، يعني احمد سنتين اعتقد او 3 سنين في النادي، وكم سنه موسمين مع النادي الاهلي الحمد لله، وطبعا بطولات خمس ايه؟ خمس بطولات الحمد لله، في مدار سنتين 2 دوري عام وكاس مصر وكاس سوبر مصري وسوبر افريقي. ففي خلال موسمين يمكن الحمد لله فتره انا كنت كل سعيد اللي بيها بيجي داخل الاهلي النادي الاهلي، بياخد دايما بطولات. اكيد اكيد فتره كانت احنا كنا بنتحاسب على البطوله كابتن اسلام، يعني كنا مظبوط. بنخش في 6 بطولات ما حققش بطوله حتى، كانت دي كان طبعا جماهير النادي الاهلي ما بتنساش مباراه النجم الساحلي بتاعت 3-1 الشرميتي، بتاعت 3-1 دي كانت بفعل فاعل، يعني كانت عبد خسرناها الرحيم بفعل العرجون، فاعل. عبد الرحيم العرجون كان لنا حكم ضربتين جزاء شديد. شديد وابتريكا، لكن خسرناها كانت ظلم على النادي الاهلي. يمكن السنه دي حققنا 6 بطولات، كنا داخلين في 7 بطولات حققنا 6، ودي البطوله ستة كانوا اللي ايه بقى؟ انا لو تفكرنا ما هم من ضمنهم الخمسه اللي انا اللي خدتهم، تكلمت اللي فيهم انا دي. اتكلمت اصل هي فيهم، 6 بطولات ممكن، لكن وفي واحده باين تانية كاس مصر بس انا كاس ما مصر خدتها، السنه اللي فاتت بتتحسب السنه السنه، اللي اللي اصل قبلها هم خمس لان انا هم رحت في في يناير، العالم كله 6. لان انا رحت في يناير فبتحسب لك. فبتتحسب لي بس. فزي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي برضو عايز اتكلم فيها، حته النادي الاهلي اكبر من الكلام ده بكتير جدا، ومجلس اداره النادي الاهلي حتى مش هتلاقيه حتى بيطلع يرد، لا لا خالص. فهم عندهم سياسه معينه داخل النادي، عندهم التارجت بتاعهم، عندهم اهدافهم اللي بيتكلموا فيها، لكن ما بيتجهوش او ما بيدوش ودانهم لاي حاجه بتحصل بره يعني. فده اللي منجح النادي الاهلي طول مدار حياته يعني.